الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في انطلاقات هذا اليوم من أرضية ميدان المرموم لسباقات اللجنة العربية الأصيلة بالثلاثين من شهر يناير لعام 2014، وأولى الانطلاقات الصباحية الخاصة بسن الإنتاج بسم الله وعلى بركة الله. قبل أن نبدأ المسار نشكر أو نرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بمناسبة فوز لجنة الرئاسة بدولة قطر بالشلفة والخناجر، وكذلك بسيف السيوف الغالي وسيف أمير دولة قطر بما قدمت سمحة من إنجازات قوية ومتواصلة. كما نهني المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء تتألق هجن الإمارات هناك في الشحانية لتحقق الانتصارات والفوز والنواميس لتهديه إلى شعب الإمارات كافة. مشاهدينا الأعزاء نسير بحضراتكم ونلتقي بكم في هذه الانطلاقة الصباحية في ميدان دستور لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، شوطنا الأول الخاص بالأبكار الحجايج، وهنا انطلاقة أشواط الإنتاج في صباح هذا اليوم. الترحيب بكل الأخوة المتابعين والحاضرين هنا في هذه الانطلاقات وهذه اللقاءات المميزة. نعود لنتابع مع حضراتكم أول المشاركات وأول المنطلقين والمندفعين نحو رصد الناموس والبحث عن السرابة. سلطان بن حميد بن كديدة هي من تتقدم في هذه اللحظات نحو المركز الأول، بينما المركز الثاني ملوح لمحمود بن حبيب الرضا يتواجد في المركز الثاني. الانتقال إلى المركز الثالث في هذه اللحظات وصلت سرابة خليل بن سعيد بن راشد بالعرطي هو من احتل المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع هذه مشاهدينا الاعزاء وصلت الفاتنة علي بن سليم بن حمود الدرعي وصل بالمركز الثالث او المركز الرابع. المركز الخامس هذه الخفيفة تعود ملكيه سعيد بن خليفة بن زاهر الخيه، ولكن نشوف بشعار بن كراز يتدخل نحو المركز الخامس، وهذه الوارية احمد بن محمد بن كراز المهيري. المركز السادس احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مطر الرميثي يتواجد يحتل المركز السادس، ولكن نعود إلى المركز الأول. 1200 على خط النهاية ولا زلنا في شوطنا الأول، الشوط الرئيسي الخاص بسن الإنتاج وبسن الحجايد في هذه اللحظات. نعود إلى المركز الأول وإلى الفاتنة علي بن سليم بن حمودة الدرعي، هو الآن المسيطر على المركز الأول والمقدم لنفسه حضور مع وجود الفاتنة في أشواط الإنتاج. المركز الثاني من الجانب الآخر تصل عجيبة لمحمد بن خميس بن هندي المهيري، وصلوا هذا المركز الثاني. المركز الثالث هذه اللي وصلت علاج تتواجد لسعيد بن حمد بن مطر المنصوري، وصل واحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع هذه اللي انطلقت الآن وصلت سلهود العويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري يحتل المركز الرابع. ها هي الأسماء مشاهدين الأعزاء. المركز الخامس من الجانب الآخر، المركز السادس محمد بن مطر بن لاحد الهاجري، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى الفاتنة. عندك الدرع علي بن سليم الدرعي لا زال على المركز الأول يقود الفاتنة إلى خط النهاية. أوه يا الدرعي الدرعي، لكن وصلك بن مضحية عويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري، وصل واحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك علاج سعيد بن حمد بن مطر المنصوري، والمركز الرابع هذه الجاذبية لسلطان بن سيف بن مبارك بن غويث يحتل المركز الرابع. لكن نعود إلى الفاتنة من بداية الشوط وهي متمسكة بقيادة هذا الشوط بالمركز الأول. الله يا الانتاج، الانتاج مشاهدينا الأعزاء انتقلت الفاتنة إلى المركز الأول بعدما كانت في المركز الأول، حققت الانتصار، حققت الناموس، حققت التحية والإهداء لعلي بن سالم علي بن سليم الدرعي الدرعي من البداية حتى النهاية يخوض إلى المركز الأول. تهانينا والناموس وقد مورنينج هالي القوع. المركز الثاني سهيل عويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء نعود لها بعد قليل بعد
ما او بن هندي المهيري من احتل المركز الثالث. عموما على كل حال نعتذر من الاخوه المتابعين، ولكن نعود بحضراتكم الى لحظات التوقيت الزمني ولحظات الوصول المميزه هنا من الفاتنه باربع دقائق 37 ثانيه، خمسه من الاجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لعلي بن سليم الدرعي على فوز الفاتنة بالمركز الأول، وهذا توقيت الزمن. المركز الثاني كان الحضور هنا في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء من تحديات واحتلال للمركز الثاني عويضة بن حمد بن سهيل بن مضحية العامري الذي قدم سلهودة بسبع دقائق 4 دقائق 37 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تانينا والناموس المركز الثالث كانت عجيبة لمحمد بن خميس بن هندي المهيري، وصلت واحتلت المركز الثالث، قاطعت مساوة السباق 4 دقائق 38 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار يا بن هندي، تهانينا لجميع الواصلين والحاصلين على المراكز الأولى. هذه المركز الرابع علاج سعيد بن حمد بن مطل المنصوري، والمركز الخامس من خلال التحدي والوصول سلودة سالم بن عبد الله بالطير العامري.